شغفه وحول هوايته إلى مهنة. إنه سيف خليفات، مؤسس مبادرة جو نافيجيتورز. نحن معك مجددا سيف، أهلا بك. أخبرنا أكثر عن جو نافيجيتورز. صباح الخير، كيف حالك؟ يا هلا فيك. جو نافيجيتورز هي، خليني أحكي لك، مبادرة بلشت بالأردن السنة هاي بشهر 2 مع بداية الربيع. لقينا أنه السياحة بالأردن بحاجة إلى دعم من اللوكال كوميونيتي، من الناس، من أهلنا، من أولاد البلد. أنا بهذا المجال بالسياحة من تقريبا 7 سنين. حلوة هاي الصورة المقلوبة. من 7 سنين وحسيت لازم أحطها جوا إطار السنة هاي. فالسنة هاي بلشنا أكتر نضغط على موضوع اللوكال توريزم، عشان هو أكتر إشي ممكن يجيب السياحة الخارجية، إنك تطور السياحة داخليا. لأن نعم. الدنيا اختلفت، الدنيا صار فيها إكسبوجر على السوشيال ميديا، على اللي هم مواقع التواصل الاجتماعي كلهم. فالناس صارت قبل ما تزور بلد بدها تشوف شو فيها عن طريق أهلها. فهذا الإشي اللي بيخليك تنشط البلد سياحيا للخارج، انك تنشطها للداخل. نعم. وطبعا الكل عم بيشتغل، يعني الحكومة عم تشتغل، نحن عم نشتغل، مبادرات فردية، مبادرات تابعة لشركات، والحمد لله. يعني هاي السنة لمسنا فرق كتير كبير بموضوع السياحة. في ناس كتير استفادت، في ناس صار شغلها وتركيزها على السياحة من نعم. من شغلها. يعني أنت في جو نافيجيتورز تجول بين المناطق السياحية الأردنية، وقد تضيء أيضا على مناطق غير معروفة كثيرا، خصوصا في القرى الأردنية. إلى أي مدى هيك تقترب من الإنسان الأردني وتصوره بثقافته بيومياته؟ أخبرنا عن تجربتك مع الإنسان الأردني بشكل عام. والله بقترب جدا. هلا انا اصلا من محافظة السلط بالاردن، فهذا يعني الاشي بيخلي عندك دائما شغف بانك تظهر كلتشر الاردني بحقيقته، بالحقيقة الناس اللي المضيفين اللي بتحب الناس، بتحب الانتر اكشنز، بتحب الضيوف بتستضيفهم. فهذا الاشي صراحة هو اللي خلاني كتير اصور الأماكن هاي بناسها، بالكلتشر تبعها، بثقافتها. الناس، طريقة السياحة بطلت زي زمان بدي أزور هذا المعلم لأنه تاريخي أو سياحي. لا، الناس عم بتزور الأماكن مشان الناس، مشان تفهم أكتر، مشان الكلتشر، مشان تحتك بناس، تشوف الناس كيف بتفكر. وهو أكتر إشي بيخلي، خلينا نحكي، بيخليك open minded لكلتشرز تانية، هو السفر، منفتح أكثر. صحيح. طيب، وأنت تحرص على أن تأخذ صورا للناس لأنك تحب الناس، ولكن في الوقت نفسه طبعا تحترم خصوصياتهم ولا تنشرها بشكل هيك علني من دون أخذ إذن منهم. نحن طبعا نحترم هذا الأمر. كيف تنشر هذه الصور؟ يعني كأنك تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة أساسية لها؟ والله هي منصة أساسية، نعم، لننشر ثقافة الأوتدورز بالبلد، ونحفز الناس على أنها تطلع تعمل رياضة الهايكينج، تطلع تعمل تخييم في عندنا طبيعة، طبعا الفرايتي أوف نيتشر بالأردن، تنوع طبيعي هائل بين غابات بالشمال وصحراء بالجنوب وديان بالديدسي، وبلس عندك مواقع تاريخية كتير لأنه الأردن مر عليها حضارات كبيرة. فهذا الحكي كله بيخلي الناس تطلع تشوف ايش في برا عمان، برا بابل الفقاعة، خلينا نحكي الكابيتال او السيتي، العاصمة. اليوم الهدف الرئيسي نحن اللي بيخلينا نطلع هو الستريس. زي ما قلت لك الدنيا تغيرت. صحيح. اليوم اكبر مرض موجود بالدنيا هو الستريس، مش زي زمان. الستريس اليوم العلاج اللي له انك تطلع على نيتشر، بتشوف الناس كيف كانت عايشة بنفس البطء هاد، بنفس السيمبليسيتي هاي، البساطة. بتطلع بتقعد مع البدو، بتعيش بحياة بسيطة. هذا الحكي بيخلي الناس ترجع تفضي اللي جواتها من هذا الضغط اللي موجود عندهم، من الشغل، من المدينة، من الزحمة. النيتشر ثيرابي، انا بالنسبة لي الطبيعة العلاج الشافية. صحيح. لكل اشي انت ضغوط او
أو أنت بدك تقعد مع حالك تسأل حالك أسئلة بدك أجوبة. كل هاي الأشياء موجودة بالنيتشر، بتلاقيها بالنيتشر. وأنا عرفت من خلال أحد فيديوهاتك على وسائل التواصل الاجتماعي أن وادي روم مثلا كان بدأ بثماني مخيمات، اليوم صارت مخيماته بالمئات. أخبرني أكثر، إلى أي مدى أنت تكتشف هذه الثورة السياحية في الأردن على الأرض؟ أين وصل الأردن على الخارطة السياحية العالمية؟ سيف تسمعني؟ إذا يبدو أن التواصل مع المصور الأردني سيف خليفات انقطع مجددا. شكرا لك، نحن نفتخر بما تقوم به، وطبعا تحية لكل مشاهدينا في